رمز التيك توك على تطبيق التيك توك. مرحبا أصدقائي، اليوم سوف أريكم كيفية فعل هذا، فقد تابع معي الفيديو للأخير. أول خطوة أن تقوم بالذهاب إلى الإعدادات أو الضبط الهاتف، بعد ذلك سوف تقوم بالذهاب مباشرة إلى التطبيقات، تضغط عليها وفي التطبيقات سوف يظهر لك جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك، منها تطبيق التيك توك الذي يوجد فيه مشكل. انتظر حتى يظهر لجميع التطبيقات الموجودة على هاتفي، بعد ذلك ابحث على تطبيق التيك توك. انا انتظر الان يا اصدقائي، انتظر حتى يظهر لي. بعد ذلك حينما يظهر لي التطبيقات اقوم بالبحث على تطبيق التيك توك يا اصدقائي، كما ترون ها هو تطبيق تيك توك. بعد ذلك أقوم بالذهاب مباشرة إلى مكان التخزين، بعدها أضغط في الأسفل على مسح البيانات، بعد ذلك أضغط على موافق، بعدها أخرج مباشرة إلى متجر بلاي ستور وأقوم بعمل تحديث لتطبيق تيك توك من جديد. وبهذا نصل نهاية الفيديو، لو استدعمنا بوضع زر لايك، اشتراك بالقناة.